الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد النهارده وروتين كده، يلا على الماشي سريع سريع. هنغير الملايات ونمسح الارضيه ونفرش السجاد عشان انا كنت شلته ونفضته على البلكونه، فشايفين بقى هما لسه قايمين من النوم. ادي الملايه اهي زي ما هي كده والستاره نازله. انا السجاده اهو عندي، كنت لميته بقى وحطيته على في الشمس شويه ونفضته وقمت لفاه وحطاه كده اهو. وادي بقى السرير التاني، هنشيل الملايات دي وهنجيب ملايات تانية علشان نفرشها ونكنس الارض بقى كده ونمسحها باذن الله. نشيل بقى الملايات كده اهو، وادي بقى نمسح للبلكونة، حط فيها بقى المواسير والحاجة عشان اظبط الستاير. المواسير بتاعة الستاير منزلها هندخل بقى على الأوضة. هي نظيفة بس بصوا تلميعة كده. ونحط بقى نسبة كلور اي حاجة مطهرة في الارض، فبتخلي الارض لو في نملة او اي حاجة ممكن تيجي ما تجيش في تلميعة كده. طبعا البيت نظيف بس بتبقى تلميعة بسيطة كده. طبعا مش عارفة اعمل كويس علشان انا ماسكة بايد وبتحرك، مش عايزة اثبت الموبايل في مكان وانا اظهر يعني اجي قدام الكاميرا، فدايما ببقى ماسكة الموبايل واروح واجي بيه عشان انا دايما ابقى ايه ورا الكاميرا. ادي الملاية بقى اهي، هفرشها معاكم اهي يا حبايبي. بس معلش الدنيا بدأت بقى تضلم ومش عارفة بقى الاضاءة بتاعت الاوضة اهي، فهي بقى نحس ان باهتة كده. حاولت ان انا اخلصها. دي الملاية اهي، فرشنا السرير الاولاني، فرشنا السجاد، وادي السرير التاني اهو اهو، بدباديبو اللي قاعدين بقى. خلصنا كل حاجة ووضبنا والكمبيوتر زبطناه هو. خلصنا الأوضة دي، نروح على الأوضة التانية بقى. وادي حبايبي ادي السرير التاني بفرش ملايته اهو. ده السرير الكبير بقى بتاع الأوضة الكبيرة بتاعة النوم. خلصنا الأطفال اهو، هظبطها بقى واكملها وارجع لكم. خلصت كده السرير اهو اهو، خلص خالص. خلصت الأوضة، فرشتها، حطيت الكبريتة بقى كده، وادي الملاية اهي. خلصت كده الحمد لله. حبيبي بقى جيت الصالة، معلش بقى احنا بالليل والدنيا ضلمة والاضاءة كده، حاسة ان هي مش مظبوطة، بس بردك هنغسل هنمسح معاكم شوية وانا الصبح هوريكم بردك يعني ايه كمل معاكم الفيديو كده، عشان انا ما كملتش الفيديو بالنهار، قطعت الفيديو شويه فقلت هكمله بالليل هشتغل بالليل. والكنبه هظبطها ونفرش بقى القطعه بني عليها كده، وهظبط برضو هنا الانتريه اهو. هي الاضاءه عشان الفلاش طافي فمش مظبوطه، فهعمل كل ده كده وارجع لها. هي خلاص بقى هنفضها كده. انا فرشه الفرشه دي مش بقى يعني على مرتين كده غير الفرشة بتاعتها دي، لكن بحط حتة بقى كل شوية عليها، الحتة القطيفة دي
بتبقى بتديها، بتستحمل بقى القعدة والمروح والمجيء. فهفرشها بقى واوريها لكم. فرشت الكنبه اهو، شفتوا بقى برضو غيرت الشكل شويه، وبتبقى غامقه بقى، البنات يلعبوا براحتهم. وبرضو فرشت هنا على الانتريه، كل حاجه هنا اهو وضبطها. طبعا رؤى بتلعب بالبندقيه بتاعتها اهي. وادي الكنبه اهي كده، خلصت خالص الصاله والسجاده اتفرش كله. دلوقتي معايا الكاتل. الكاتل شايفين بقى، شوفوا شكله عامل ازاي. عايزين بقى ننضفه ونغسله كده وياخد الغسلة التمام. مش بمكونات كتير ولا اي حاجة. هو احنا معانا هنا كوباية مية، ومعايا هنا معلقة من دي ملح ليمون، ومعلقة كربونات، بس مش اكتر من كده. هنبدأ بقى كده، نفتح الكاتل، احط المية، واحط بقى المكونات اللي قلتلكوا عليها. عايزة اوريكوا حاجة، شايفين؟ ثانية واحدة اهو، الكاميرا هتدخل جوه. شايفين الاول، انا نسيت اوريكوا. شايفين بقى الارضية بتاعت الكاتل، هي بيتكتل فيها كده الاحماض والحاجات بتاعت المية، بعد فترة بتبقى عاملة كده. فشايفين بقى التفاعل ده، اول ما حطينا الملح الليمون مع الكربونات ومع المية بيعمل تفاعل كده اهو. يعني احنا لو حركنا الكتف شوية اهو بيعمل تفاعل اكتر. فانا هبدأ بقى احط الكتل على النار، اغلي وما يفصل كده، نرجع تاني ونشوف ايه اللي حصل، نضيف ولا ما نضيفش ولا ايه الحكاية. ونبدأ نغسله مع بعض. طيبي خلاص غلي، وشغلت عليه الكاتل كمان مرة وغلي، يعني مرتين كده اهون. اللي يشوفه يقول ما نضفش حاجة، بس انا هصفي منه المية اهو، وهنشوف بقى كده بإذن الله. هجيب معاكم واغسل كده الكتل. شفتوا المية نزلت صفرة ازاي؟ يعني خدت برضك من التكتلات اللي جوه، التكلسات اللي جوه الكتل. معايا هنا جبت ليفة بقى هي ومليانة صابون. هبدأ بقى احطها من جوه كده اغسل. هو بس علشان سخن، مش قادرة من جوه، سخن جدا. بس طبعا انا حاسة بان كله طلع، او شوفوا باين اصلا في الفيديو ان في الكاميرا ان هو ابيض. هصفي بس شوية. هعمله بقى من بره عما يبرد شوية. شايفين بقى بيلمع ازاي، بيعمل حاجة تانية خالص. يعني مثلا كل اسبوع كده نعمله مرة، مش هنلاقيه توسخ معانا خالص، ودايما يبقى نضيف وشكله حلو. نحاول منجيش ناحية الحتة اللي هي بتاعت الكهربا دي، احنا بنعمل كولاته من بره بره كده. ايدينا لما تكون في الحاجة اول باول كده وننضفها، ما نلاقيهاش فجأة اتوسخت مننا يعني، وتبقى زيادة عن اللزوم قوي وتاخد مننا مجهود. حاول بقى ادخل ايدي تاني، هو مش هياخد دعك كتير، بس هو عشان كان سخن بس فما كنتش عارفة اتحكم فيه.
طبعا احنا عارفين لو هو اصلا من غير الحاجه دي التكتلات دي ما بتطلعش ولا بالسلك ولا باي حاجه. لكن هو بيفككها من بعضها وانت يا دوبك بس السلك كده. عايزه اوريكم بقى، هو مش هيبان عشان الرغوه، في حته بس بسيطه اهي هعملها معاكم. بصوا حبايبي بقى انا شطفته اهو، شايفين من بره عاد عامل ازاي؟ جميل جدا اهو، نضيف خالص، اللمعه بتاعته حلوه. من جوه بقى شايفين، شايفين الفرق؟ يعني فرق شاسع، شفتوا النظافه؟ او ده بقى بالطريقه دي كده يا جماعه، ان كل اسبوع مش هيبقى فيه تكتلات. هو انا سبته المره دي اسبوعين اتنين، فهو زاد شويه فتعبني شويه في ان هو يطلع، غليته مرتين ثلاثه بس. لو احنا عملناه كل اسبوعين، نيجي مثلا يوم الجمعه كده نقوم عاملين ان ده اليوم اللي هننضف فيه، فمثلا نقوم حاطين بقى احنا بنغلي فيه بس المادتين دولي، كربونات ومع ملح ليمون هنغلي فيه، فهنطلعه وهنرميه، هنقوم غسلينه غسله بسيطه، هيبقى لو كل اسبوع مش هياخد مننا وقت خالص. فهو ده اللي انا بقولكوا عليه اهو، شايفين جميل جدا. يلا بقى نعمل بيه معاكم كده كوبايه شاي حلوه ونشربها مع بعض. فيه طبعا ملح الليمون مش خطر، احنا كنا فاكرينه زمان ان هو خطر، وكنا بنقعد نغلي ميه ونرميها وكده، بس قمت جايه عرفت بقى ان هو بينضاف على الاكل وكده فمش خطر خالص. فانت هتغسليه كده وهتملي ميه بقى للشاي وتغلي على طول عادي، مفيش اي مشاكل خالص. فيلا بينا بقى كده نعمل كوبايه شاي. اه يا حبايبي غسلت الكوبايات بقى كده وظبطتها، يلا ننقم الشاي بتاعنا اهو. انا معايا بقى المعلقه الصغنطوطه دي بتاعت ايس كريم، هي المعيار بتاعها اتنين منها بيعملوا الكوبايه كلها، فهلقم بقى. انا طبعا ما بخليش الولاد يشربوا، البنات يشربوا شاي خالص عشان هو يعني عندهم انيميا بقى وكده وغلط عليهم، بس النهارده هما عندهم شويه برد كده فقلنا نشرب كلنا شاي بليمون. فالشاي بليمون مفيد جدا للبرد بقى والزور لما بيكون اللوز ملتهبه او الاحبال الصوتيه ملتهبه او كده، هو جميل جدا. فبحاول بقى ان انا ايه اعمل لهم شاي بليمون، حاجه سخنه يشربوها تغيير يعني في وسط مثلا ينسون حاجات من التانية دي. الشاي بليمون بيحتاج سكر اكتر شوية عشان بيبقى مزز، فهبدأ بقى كده احط لهم. غلينا المية، المية غليت معانا اهي، كده خلاص اهو بقى الليمون معايا. بصوا بقى احنا بنقلب السكر قبل ما نحط الليمون، لما بنحط الليمون بيخلي السكر ما يدوبش، فبتلاقيكي محتاجه ان انتي عايزه سكر زياده، لكن ندوب السكر الاول قبل ما نحط الليمون، نخلي مرحله الليمون دي اخر حاجه خالص. يلا حبايبي بقى كده نعصر الليمون مع بعض. اهو احلى شاي بليمون. يلا بقى اتفضلوا معانا نشرب شاي بليمون، وبعيد عنكم يا رب كده البرد بقى والحاجات دي، يا رب يحميكم ويحمي كل المشاهدين.
في اخر الفيديو بقى بعرفكم ان الكاتل ما يقعدش اكتر من اسبوع فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.